الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: امرأة في فترة عادتها الشهرية أخذت بعض الأدوية فانقطع الدم تماما، فهل تغتسل وتصلي مع العلم أنه مع توقف الدواء يعود الدم بعد يوم أو يومين؟ إذا انقطع الدم نهائيا سواء بدواء أو بغيره فإنها، وكان انقطاعه طويلا يوم أو يومين أو أيام، فإنها تغتسل وتصلي، لأن الدم انقطع، فإذا عاد فإنها تجلس حتى تتم عادتها. نعم.